صباح الخير لكم متابعينا الكرام. في العدد الأول من فقرة التدابير المنزلية رايح نطرقوا لطريقة تنظيف وتعقيم الملاعق الخشبية. أول شيء رايح نحتاجوا قدر نديروا فيه 1 لتر من الماء، نخلوه يغلي جيدا، نضيفوا له 4 ملاعق عصير الليمون، ملعقتين خل أبيض، وملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم. رايح نضيفوا لهم الملاعق الخشبية تاعنا، نخلوهم فوق النار متوسطة حوالي 10 دقائق. بعد هذا راح نخرجوا الملاعق تاعنا، نشلوهم جيدا ونشفوهم، وبهذه الطريقه راح نتحصلوا على ملاعق خشبيه نظيفه ومعقمه. كانت هذه هي التدبيره تاعنا لنهار اليوم، نتلاقاو في مواعيد لاحقه ان شاء الله.